السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. غادا نشارك معكم واحد الحاجه انا متاكده غادا تنفعكم بزاف، خاصه البنات اللي تتمشي حتى للمحل وما تتلقاش مع هذاك المنتوج اللي بغات، خاصه من محل الدائم، وسترجع مثلا تكسب ليا الى مره ما لقيتوش، الى مره مشيت. اخواتي راه كاينه واحد الطريقه من دارك انت جالسه بحال دابا كيما انا جالسه، تتشوفي هذاك المنتوج واش كاين في الدائم اللي قريب لك، يعني بلا ما تعذبي راسك، لا سواء ترونسبور لا على رجليك ضايع الوقت او فغاد تكوني جالسه ياكي، وغادا تدخلي ليا لهاد مايند دائم اب مثلا، ولا تدخلي الموقع الرسمي ديال محل دائم. فهنايا غادا تمشي ناي يعني الجديد، نبداو نقلبوا حتى نلقاو مثلا هاد نياسينامايد سيروم. غادا نجيو لهنايا، كاينين كما تتشوفوا هنا خانتين في الخضر اونلاين موجود، وحتى في المحل اللي قريب ليا انا، حيت دايره له هذيك ميخ كان ميخ كانت تعني انني دايره له اختيار انه اقرب محل ليا. فغادا نشوف كاينين ستة المحلات، فالمهم يا ربي ستة ديال الحبات. فكما تتشوفوا مثلا انا درت هنايا ميونيخ، غادا تشوفوا ليا هنايا ها نتوما ميونيخ فيها عرام ديال لي دائم، ما نعرفش شحال من واحد عندكم سعداتكم. فالمهم كرواحه حمراء تعني انه ما بقاش او مازال ما جابوهش، وحده في الجوج يعني ما كاينش عندهم. الخضراء تعني انه كاين في هذاك المحل، فلا كنتي في ميونيخ فاكيد اختاري شي وحده من هاد الخضر. فمثلا هنا 8 شتوك، فهادي كاين 6، هنا ما كاينش، يعني مثلا غادي نختار اوكي غادي نشوف انا هنا هذا اوكي هذا العنوان هذا قريب ليا مثلا، فغادي ندير له دي ام ماركس ميركن تيولي هو احسن ولا هو اقرب واحد نقولوا ليك. فطبيعي حنا غادي نرجع للور وغادي ندير هذا في الباني. ملي تديروا هذا في الباني تتكليكيو هنا تنمشيو للفارن كوب، وهنايا كما تتشوفوا كاين اونلاين ولا بغيتيه اكسبريس اب هولونغ راه حتى هي كاينه. فغادي ندير انا بغيتها واحد لانني كسرت مثلا كليكي، فالمهم ها هو واحد. غادي ندير تور كاسي، غادي نتم غادي سويفون بالتالي التالي حتى نخلص ونخرج، وغادي يوصلني ايميل ويقولوا لي واجي دابا راه وجدنا لك الكوموند ديالك. هذه اسهل طريقه من الدار بحال تتغيزيرفي. شفتي عندهم 8 شتوك، هزيتي صاكك لبستي جلابتك وسيري للمحل، غادي تلقاي تيساينفك موجدينو ليك، ولكن خاص ضروري تسيني حتى يصيفطوا لك الميساج، فهما غالبا تيوجدوا لك سور بلاص. انا واخا تيكتبو هما ساعتين، انا دائما نص ساعه ساعه يصيفطوا لي ميساج يقول لي اجي هزي داكشي اللي راكي ريزيرفيتي. ف شي حاجه اخرى كنت باغا نقول الا تفكرت، يا ربي وي تفكرت دابا. هاد المنتوج الا ما كانش في قريب لك مثلا، غادا نرجعو هنايا مثلا انا تنسكن ما حدايا حتى واحد، تنسكن انا في واحد القريه ماشي هنا، المهم نمشيو ندورو شويه هنايا نبعدو شويه من ميونيخ، في واحد القريه مثلا شوفوا القرى راه فيها ها هما خضرا الشوه خضرا. في المومنت هما خضرا. نجيو هنايا لهاد البلاصه سميتها ايمنشتات، انا ساكنه في ايمنشتات وهذا اقرب محل ليا، وتنشوفها حمراء يعني ما كاينش، ولكن دابا انت عرفتي الطريقه. غادا تنوضي مثلا في الصباح دائما شوفي واش جابوه ولا لا، راه اين فوا تيجيبو تيولت هاد الحمراء تتولي خضراء، وتيقولوا لك شحال من شتوك يعني شحال من حبه عندهم، وغير يبان لك جا سيري هزي لبسي جلابتك وسيري. فعلا اخواتي طريقه سهله جدا، وبزاف البنات والله الا تتبقاو فيا تتمشيو الى مره ما لقيتش هذاك المنتوج اللي شكرتي لينا، لا هذا لا هذاك، ولا بعض المرات تتلقايها تتمشي من محل محل وتتقولوها لي هذه المساله، راه مشيت بقيت تندور من الدائم للدائم. لا اخواتي، وانتي في الدار غادا تعرفي اين الدائم جابو وغادا تمشي حتى لتما. فالمهم تنتمنى انني نكون فدتكم وانكم فهمتوا هادشي اللي قلت لكم، ولا عندكم شي استفسار كتبوا لي في التعليقات. شكرا اخواتي على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله.